السلام عليكم اهلا بيكم طريقه معرفه مين دخل حسابك الشخصي او شاهد حسابك الشخصي على التيك توك وكمان حل مشكله لو الميزه دي مش مفعلة عندك وكيفيه تفعيلها بنروح لحساب التيك توك وبتفتح تضغط على الملف الشخصي علشان تفتح لك صفحتك الشخصيه بعدين بيكون عندك هنا في الاعلى علامه الاقدام او ساعات بيعملوها علامه العين تضغط عليها وبيظهر لك هنا الأشخاص اللي دخلوا ملفك الشخصي، طيب لو الميزة دي مش مفعلة عندك بنعمل ايه؟ بنروح للإعدادات، طبعا لازم تتأكد ان تطبيق التيك توك آخر تحديث، بعد كده بتروح للإعدادات والخصوصية وبتنزل على الخصوصية، بتنزل للأسفل عند زيارات الملف الشخصي نضغط عليها. وهنا زيارة الملف الشخصي بتفعلها كده هي مفعلة وممكن تغلقها وهنا ملحوظة تعرف على من شاهد ملفك الشخصي خلال اخر 30 يوم واسمح للآخرين برؤية ملفك الشخصي تمام وبيوصلك اشعار بالكلام الكلام ده طبعا ودي كانت طريقة بسيطة لكيفية معرفة من شاف ملفك الشخصي وتفعيل الميزة يارب يكون الشرح أفادكم.